بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شباب مع مقطع جديد نشرح فيه كيف نطبق الانرجي بالانس بالنسبة للرياكتينج سيستمز. ممكن طبعا أنه يقول أي واحد منكم إيش الجديد هنا؟ ألسنا نطبق الانرجي بالانس من أيام ثيرمو 1 بالنسبة لأي أوبن سيستم؟ كنا أو كنتم درستمونا أنه الانرجي بالانس يساوي Q dot minus W dot زائد M dot I H I ناقص M dot exit H exit. ألسنا كنا نفعل ذلك، ويعني سوينا تمارين كثيرة جدا جدا في ثيرمو 1 وثيرمو 2. نقول له نعم، لكن يا ولدي الجديد الآن هو طريقة حساب الانثالبي بالنسبة للرياكتنج سيستمز. يبغى لها انتباه خاص جدا، وحبين لك الآن ليش احنا نبغى ننتبه لها. زي ما أكدت الآن انه الفورم اوف انرجي بالانس ريمين فاليد فور سيستمز اندرغوينج كيميكال رياكشنز، نفس الصيغة السابقة هي، لكن الفرق يكمن في طريقة ايجاد الانثالبيز اوف ذا رياكتنتس اند ذا برودكتس. طيب عشان نفهم الدرس مضبوط يا شباب، برجع أنا وياكم إلى شابتر 3 إلى ثيرمو 1. إذا تذكرون كنا درسنا في شابتر 3 البروبرتيز، وهناك استفدنا من التعريف الخاص بالسي بي، وخرجنا بأنه ممكن نحن نوجد ديفرنشال إكويجن بالنسبة للإنثالبي كالتالي، وقلنا أنه نقدر نقوم بعد ذلك بعملية التكامل من تي مرجعية تي ريفرنس إلى أي تي، ومن اتش ريفرنس إلى أي اتش، أوكي؟ وينتج عن ذلك ما ترونه الآن، أنه H at this temperature minus H reference at this temperature. والCB ستكون عبارة عن كثيرة حدود، زي ما أنت شايف كثيرة حدود من الدرجة الرابعة، أوكي. وهناك أيضا ذكرنا أن علماء الثيرموداينامكس وجدوا معضلة في H reference هنا at T reference. ماذا تساوي الـ H reference؟ أذكر أني درستكم وقلت أنه بالنسبة للستيم، أوكي، جعلوا الـ H تساوي 0 at T حتساوي التريبل بوينت اللي هي 0.01 سيليزيوس أو 273.01 كالفن. طيب وبالنسبة للغازز لما أنتجوا الجداول حقتها جعلوا الـ H تساوي 0 at 0 كالفن، يعني عند minus 273 degrees celsius. وبالنسبة للرفرجرنتس لهم مرجع آخر. طيب هذا التعريف اللي احنا ذكرناها تعتبر arbitrary، أوكي، اعتباطية من رؤوسنا، لكن ما دام ما يصير عندنا تفاعل في السيستم، أوكي، يعني يدخل مثلا هنا قول O2 وهنا N2 ويخرج لي O2 وهنا N2، فحتعامل مع differences delta H، أوكي، يعني H of T2 minus H of T1. إيش يحصل؟ هذا الديتم الاعتباطي والكنسل أوت، حيتكنسل. هذه الصورة أو هذا هو الديتم يا شباب اللي قلت لك إنه بيتكنسل، وهذا تلخيص لما كنت أقوله سابق بالعربي، إنه in thermodynamic tables the value of H is given relative to some arbitrary datum where H is set to zero، فهذه تصبح بصفر، وهنا يصبح التعريف of H is equal to this formula. This is okay for non-reacting systems that involve the same composition since arbitrary datums cancel out because we use differences in U أو في ال H. خليني أنا وياك نأخذ لنا حجرة احتراق ونخلي ميثين يدخلها ومعها أكسجين ومعها نيتروجين، ويصير فيه تسخين أو تبريد من دون أي احتراق، بحيث أنه يخرج لي CH4 عند الإكزيت وO2 عند الإكزيت ونيتروجين عند الإكزيت. ولو جيت تطبق أنت الانرجي بالانس حيطلع بهذه الطريقة Q-W حيساوي summation of M dot H for each of these components، عندي ثلاثة، أوكي، ناقص الماس فلو ريت for each component at the inlet، و
لما اجي اصفيها حيصير عندي ام دوت حقت الميثين في دلتا اتش الخاصه ايش بالميثين، وام دوت حقت الاكسجين في دلتا اتش الخاصه بالاكسجين، وام دوت حقت النيتروجين في دلتا اتش الخاصه بالنيتروجين. دلتا اتش ايش تعني؟ تعني اتش ات ذا اكزيت ماينس اتش ات ذا انلت. يعني الشيء الاعتباطي هذا اللي انبتو اللي احنا حطينا صفر وقد لا يكون صفر كائنا ما كان it will cancel out. طيب وعلى كذا اشتغلنا يعني الحد الشابتر هذا. الآن خليني أنا وياكم أركز على نفس السيستم لكن عندي combustion. there will be some combustion. أهو السيستم اللي فوق ميثين وجبت air مكون من أكسجين ونيتروجين وحصار فيه combustion أنتج لي CO2 و H2O و O2 و N2. طيب هل لاحظتوا يا شباب أي شيء يسبب لكم إزعاج؟ أنا عن نفسي والله ملاحظ أشياء مزعجة بالنسبة لي. ليش؟ لأنه الميثين دخل وما خرج، أوكي؟ CO2 ظهر وما كان موجود هنا أساساً، ال H2O ظهر وما كان موجود هنا، الأكسجين يعني الحمد لله موجود، النيتروجين موجود، أقدر أستخدم الدلتا H عشان يروح الأربيتري داتم. طيب وبالنسبة لهذولا أنا الآن كيف أقدر أبعد أو أزيل الأربيتري داتم؟ لو جيت أنا وياك كتبنا الفيرست لو ثيرمودينامكس، لاحظ شوف كيف حيكون، أهو Q dot minus W حيساوي الماس فلو ريت of the CO2، أوكي، في الانثالبي حقة CO2 عند المخرج زايد الماس فلو ريت of the H2O مضروبة في الانثالبي of H2O at the exit زايد الماس فلوريت اوف ذا اكسجين، اوكي، مضروبه في اتش عند المخرج ناقص اتش عند المدخل. طيب هذه كويسه، الاكسجين الحمد لله ما حيتعبنا، ويقال نفس الشيء عن النيتروجين بنفس الطريقه، اوكي، ناقص، اوكي، الالت اللي هو هذا ناقص الماس فلوريت حقه الميثين مضروبه في الانثالبي الخاصه بالميثين. هيا شوف يا شباب أنا حاطها لكم بالأحمر الآن، هذه ظهر على اليمين لكن ما موجود على اليسار، والإتش هنا حقة الH2O ظهرت على اليمين بس ما موجودة على اليسار، وبالنسبة للإتش الخاصة بالميثين كانت موجودة على اليسار لكن ما موجودة فين؟ على اليمين on the right hand side. طيب إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا أن عندي discrepancy، عندي تناقض inconsistencies. كيف differences هذه ما معروفة وبالتالي ما أقدر أحسبها للسنجل انثالبس هنا. طيب ماذا نصنع؟ طيب نروح للسلايد الثاني وأقول لك إيش نسوي. إحنا نبغى نزيل الديتمز هذه. طيب كيف أزيلها؟ قال لك أبغاك تطرح لي an arbitrary value of enthalpy عند 25 مئوي اللي هو 298 وreference pressure 1 atmosphere. لاحظ بالنسبة للستيم كنا خلينا كانت التي رفرنس كم 0.01 سلسيس اللي هو تريبل بوينت اللي هي 273.01 كالفن، بالنسبة للغازز كانت التي رفرنس تساوي كم؟ تساوي 0 كالفن. قال لك هذا ما أبغاه الآن، الجميع الآن H2O نيتروجين اللي هو غازز، هيدروجين، هيدروكربونز إلى آخره، كلكم من جديد ستصبح الآن الرفرنس حقتكم هي تي رفرنس تساوي 25 مئوي اللي هي 298 كالفن، وبالنسبة للستيم طبعا تحتاج البريشر، البريشر الرفرنس حيساوي 1 أتموسفير. طيب وبعدين قال لك الآن كل انثالبي موجودة في الجداول اطرح منها الانثالبي at the reference temperature and the reference pressure. طيب واحد منكم يقول ماني فاهم، أقول لك الآن حفاهمك. هذا الجدول حق الـ ideal gases وجبت لك حق الـ CO2. افرض احنا مثلا انه كان المخرج الـ CO2، اوكي، خرج عند 400 كالفن اللي هي هذه، اوكي، قال لك ما تقرأ 13372 فقط اللي هو زي أيام زمان، قال لك أيضا تطرح القيمة of the enthalpy of CO2 at what? at 25 degrees Celsius اللي هي 9364 ناقص 9364.
طب إذا كان عندي H2O نفس الطريقة، تروح تقرأ الانثالبي وفي H2O at 400 أوكي، وتطرح من الانثالبي وفي H2O at 298 وطبقها في بقية البرودكتس أو الرياكتنتس. طيب بقي حاجة، بقي برضو حاجة بسيطة يعني بنبهك عليها، CO2 يا شباب هذا مركب صح ولا لا؟ صحيح. طيب احنا في الحلقة السابقة بينا انه له حاجة اسمها ايش؟ الانثالبي فورميشن، اذا تذكرون HF اوكي، وهي الطاقة الكيميائية التي تنتج او تستهلك عندما ينتج هذا المركب. طيب ايش تبغى تقول؟ ايوه الان لازم اضيف هذه الطاقة الكيميائية الى التعريف الجديد للانثالبي اوكي، فلازم I have to add the enthalpy of formation إلى definition above، وبالتالي تصبح الانثالبي الجديدة في الانرجي بالانس الخاص بالأنظمة الاحتراق الرياكتين سيستمز حتساوي الانثالبي أيام زمان عند اللي كنت تقرأ 13372 مطروحا منها الانثالبي at 298 من أجل تصحيح التناقض ما بين different datums اوكي، مضافا اليها الانثالبي فورميشن اللي هي الطاقه الكيميائيه. طيب من فين اجيب الانثالبي فورميشن؟ الانثالبي فورميشن زي ما قلت لكم في الحلقه اللي راحت تقدر تجيبها من جدول A25 قدامك هنا اوكي، والكربون دايوكسيد هذا هو، والانثالبي فورميشن هذه هي ناقص 393,520. بالنسبه للميثين تقدر تجيب الانثالبي اهو ناقص 74850. بالنسبه للاكسجين الانثالبي حتساوي صفر، ليش؟ لانه ما هو مركب، هو عنصر ما هو متشكل. والنيتروجين كم الانثالبي حقته؟ بصفر اوكي، فهذا شيء يعني باقت تنتبه له. خلونا ناخذ الان مثال يعني تطبيقي، اكزامبل CO2 يخرج من حجرة الاحتراق عند 400، أوجد الانثالبي اللي بتستخدمها في الانرجي بالانس. طيب حبا وكرامة أطبق القاعدة هذه أوكي، أقول الانثالبي الجديدة حتساوي الهيت اوف فورميشن. الهيت اوف فورميشن ترى أيضا تحصلونه هنا في الايديال غاز بروبرتيز أوكي، برضو يعني طريقة شورت كت. زايد ماذا؟ زايد الانثالبي عند 400 اللي هي كم؟ اهو قدامكم، ناقص اهو الانثالبي at reference state هذه اللي هي كم؟ 9364. هي خليني احسبها الان، خليني بس اجيب الآلة الحاسبة تطلع يا شباب. كيلو جول بير كيلو مول اوف CO2. ممتاز. خلينا كمان يا شباب ناخذ لنا كمان مثال ثاني، مثال ثاني علاش؟ على ال H2O. احسب لي H نقول له حبا وكرامة اهي، اقول H الجديدة حتساوي ال H formation of the H2O زايد ال H الخاصة بال H2O عند 400 ناقص ال H of the vapor H2O at 25 درجة مئوية. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا خلوني أنا وياكم نروح جيبها من الجدول. أيوه هذا هو الووتر أوكي، ما أدري أنتم شايفينه، وهذه 400 يا إخوان، وأمشي أمشي 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 لحد ما أحصل إنثالبي عند 400، وهذه 298، وأمشي أمشي أمشي لحد ما أوصل إلى 994. خليني أسوي لكم إياها تكبير اوكي. فالان خليني انا وياكم اسجل القيمه هذه 13356، وهذه يا شباب 9904، وايضا انا بحاجه الى الانثالبي فورميشن اهو ما شاء الله اهو مسجلها لي هنا من اروع ما يمكن. يعني هذه برضو شورت كت نقدر نستفيد منها. شايفين يا شباب ماينس 241820. هيا امشي امشي نطبقها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نحسبها بالآلة الحاسبة يا شباب، تطلع ماينس كيلو جول بير كيلو مول اوف H2O. جميل جدا.
طيب عندنا مثال ثاني، عندي بالنيتروجين يعني تقدر تسويها خلاص يعني الحمد لله. طيب في سؤال ممكن يجيك ككونسبتوال كويستشن، يقول لك اكسبلين العباره التاليه: ذا انثالبي اوف ستيبل اليمنتس عند الستاندرد ريفرنس ستيت الزيرو. هذه هي الستاندرد ريفرنس ستيت الشباب اللي هي 25. كيف يعني كيف الانثالبي حقت العناصر تساوي صفر at this state؟ نقول له طبيعي جدا، امش نمسح الآن. الآن خليني أطلع هنا، خذ أي عنصر تمام وليكن الأكسجين. أوكي الـ H formation of the oxygen بزيرو زايد الـ H الانثالبي of oxygen at 25. أوكي ناقص ال H of oxygen at 25، وبالتالي هذا يكنسل مين؟ يكنسل هذا، فبتساوي زيرو. هذا يعني إجابة بسيطة إن شاء الله تعالى يا شباب، أنه اتضح لكم الشيء الجديد اللي هو هذا يا أخوان. أوكي خلاص الدرس اليوم أنه الآن الانثالبس، أوكي it's not anymore الانثالبس هذه اللي كنا نقراها، لا لازم أضيف عليها الانثالبي فورميشن اذا كان مركب، واطرح منها الانثالبي ات 25 ديجري سيلسيوس اللي هو 298 من اجل ازاله اثر اختلافات الديتمز ما بين الرياكتنتس والبرودكتس. وكذا انا جاهز للحلقه القادمه ان شاء الله، الحين نبدا نطبق الانرجي بالانس. اتمنى انكم استفدتوا ان شاء الله تعالى. لا تنسونا من دعوه صالحه بظاهر الغيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.